لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم، أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال المفرقين للأمة. وهذا يدلك على خطأ وبطلان قول من يزعم أن المقصود بالآية هذه الجماعات العاملة للإسلام الداخلة تحت دائرة أهل السنة والجماعة، فهؤلاء ليسوا المقصودين بالآية، وإنما المقصود بالآية أهل البدع والضلال الذين فرقوا الأمة. ومن كان من هذه الجماعات من أهل البدع فهو منهم، وهو من المقصودين في الآية. وهناك الآية الأخرى أيضا التي في سورة الروم، وتقرأ بالقراءة الأخرى: إن الذين فارقوا دينهم، فهنا فرقوا وتقرأ فارقوا دينهم وكانوا شيعا. يقول: ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف بين أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية. وهذا ينتبه معه إلى أن هناك من الخلاف ما يسوغ، هناك الخلاف السائغ الذي لا يخالف البينات، سواء كان في الأصول أي الاعتقادية أو في الفروع. هناك بعض المسائل الاعتقادية نعم فيها خلاف بين السلف، كقولهم مثلا: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، أي في رحلة الإسراء والمعراج، أم لا؟ تفضيل بعض الأئمة والخلفاء الأربعة على بعض كعثمان وعلي مثلا ونحو ذلك. وأكثر الخلاف الموجود إنما هو خلاف فقهي، فهذا نوع يسمى بالخلاف السائغ. وهناك الخلاف غير السائغ، وهو ما خالف البينات، آية محكمة أو حديث صحيح أو قياس جلي أو إجماع قديم، فليس الخلاف دوما يكون مذموما. يقول: وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم فقال: لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك وعاندوك. إنما أمرهم إلى الله، أي يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم ذكر صفة الجزاء فقال: من جاء بالحسنة، أي القولية والفعلية الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله أو حق الخلق، فله عشر أمثالها. وهذا أقل ما يكون من التضعيف، يعني الحسنة ليست بواحدة، وإنما أقل تضعيف للحسنة عشرا أو عشر، والله يضاعف لمن يشاء. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا من تمام عدله تعالى وإحسانه، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، ولهذا قال: وهم لا يظلمون. نتعلم من الآيتين مسألة مهمة جدا، وهي خطر التفرق في الدين،
وجعل الدين شيعا وفرقا، وهذا المقصود به أهل البدع كالجهمية والمعتزلة وغيرهم، كبدعة الخوارج والروافض النواصب الشيعة ونحو ذلك. والبدع إحداث في الدين، طريقة في الدين مخترعة تنافي الشرعية وتعارض وتناقض الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل وعلا. هناك بدع مكفرة وهناك بدع ليست مكفرة. فبدعة الجهمية مثلا الذين أنكروا صريح القرآن قالوا لم يكلم الله موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يستوي على العرش والعياذ بالله، ومن قال بخلق القرآن، وغير ذلك من البدع المكفرة وأنواعها كثيرة. وهناك بدع أخرى ليست كذلك وإنما هي معصية، ولكن مع العلم أن البدعة حتى ولو كانت معصية هي أخطر من المعصية، لأن صاحب المعصية يرى نفسه مقصرا فهو قريب إلى التوبة، بخلاف المبتدع فلا يرى نفسه مقصرا فالتوبة بعيدة عنه، وقل ما يتوب مبتدع والعياذ بالله تعالى. ولذا ورد في الحديث إن الله قد احتجر أو احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، بمعنى أن التوبة بعيدة، أن التوبة بعيدة عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والبدع في الدين كلها محرمة، ليس هناك ما يسمى ببدع حسنة كما يقال أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم وقال كل بدعة ضلالة، فكل بدعة المقصود في الدين هي من الضلال والعياذ بالله تعالى. وهناك بعض البدع الاعتقادية، وهناك بعض البدع التركية، وهناك بعض البدع العملية. بدع اعتقادية كاعتقاد التشبيه في صفات الله أنه يشبه المخلوقين، بدع اعتقادية بالترك كعدم اعتقاد بعض الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، بدع عملية كبدع الاحتفال ببعض المناسبات التي لم يرد شيء من ذلك من الاحتفال بها، بدع قولية كبعض الذين يعقدون حلقات للذكر، أذكار جماعية ونحو ذلك، بدع تركية كأن يترك إنسان مثلا أكل اللحم يعتقد أن ذلك من الدين وأنه من الزهد، كما قال بعضهم أما أنا فلا أكل، أما أنا فلا أكل اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، بخلاف من يترك مثلا أكل اللحم لأنه لا يحب، فهذا ليس فيه شيء. والبدع عموما خطيرة لأنها فيها اتهام للدين بالنقص، وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لذلك اتبعوا ولا تبتدعوا كما قال ابن مسعود فقد كفيتم. على الإنسان أن يحرص دوما على تعلم السنة ففيها النجاة والسلامة. والناس في التبديع طرفان ووسط، من الناس من يبدع في سائر الأمور ويطلق لقب ولفظ البدعة على سائر من خالفه، وهذا من الإفراط بلا شك. وهناك من لا يفعل ذلك ويترك تبديع أهل البدعة، وهذا من الجهل والتفريط. وأهل السنة وسط، فالتبديع والتفسيق والتضليل والتكفير ونحو ذلك من الألقاب إنما يحتاج معها إلى إقامة الحجة على الشخص، ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ويجب مناصحة أهل البدع في الله عز وجل، فإن لم يرجعوا فيحذر الناس منهم ويهجرون كي يتوبوا إلى الله عز وجل، وإنما يرجع في ذلك إلى أهل العلم المحققين في تمييز المبتدع من غيره، والحكم على إنسان بأنه مبتدع أو لا، وألا يتساهل الإنسان في مثل ذلك حتى لا يقع في المخالفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.